أنا بيتي رقم 15. إن شاء الله الفيديو يعجبكم يا رب، يكون هيك يعني شيء جديد نقدمه لإذاعة الراديو الرابعة. أول شيء بحب مسي على أسرة راد الرابعة، وأنا وراد الرابعة بصراحة قصة حب لا تنتهي، يعني بصراحة ما بدي جامل، لأنه أيام وسنين تعودت أنه أصحى بكير وأتصبح بصوت رامي ونور، والعصر وأنا راجع من شغلي أتمسى بصوت سلام، وبالليل قبل ما أنام لازم أكون سهران وماري غير عمر ببرنامج الشهير، برنامج المشاهير. ويا ريت هيك يكون، يعني حبيت اهدي هذا الفيديو المتواضع بصراحة لأسرة رادو الرابعة بعيدها 15، وقول لهم هيك ان شاء الله من قلبي، يعني كل عام وهن بألف خير يا رب، ومزيد من التميز والتطور يا رب، وان شاء الله هيك بنشوفهم بعيد ميلاد 100 ونكون على